فقال ماذا يفعل أحدكم من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا تذهب فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم أخذ حربته وقال إني ذاهب إلى سعد بن معاذ، والله لئن اتبعكما لا يتخلف عنه رجل ولا امرأة. فذهب إلى نادي قومه، فما أن رآه القوم حتى قالوا إن أسيدا رجع بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، غيره القرآن حين سمع كلام الله تبارك وتعالى، تغير من الشرك إلى الإيمان والإسلام. القرآن غيرني.